أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي جريدة الوطن. نحن الآن أمام قبر الإعلامي وائل الإبراشي. الوقت احنا في زيارة لأسرة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، وأول زيارة من أسرته. خلينا نتعرف عليه أكتر من خلال لقائنا معاه. أهلا وسهلا، أنا منير العدو البراشي. الأستاذ وائل كان الحمد لله خف من كورونا، وبعد كده ما نعرفش بقى الاتصال اتقطع، ما نعرفش ايه اللي حصل، فوجئنا بالوفاة. يعني هو بداية كان بيطمنا وقال الحمد لله وهظهر. من امتى بالظبط؟ الكلام ده من 10 15 يوم. يعني هو اللي اعرفه ان هو كان بيعاني من فيروس كورونا من حوالي عام. ده والحمد لله وربنا كرمه وخاف. احنا ما نعرفش بقى الآثار بقى اللي بعد كورونا، اللي هي فترة النقاهة، ما نعرفش بقى خطأ طبي، حد علاج غلط، ما نعرفش. طيب الفترة دي كان خلال السنة دي كان مقيم هنا؟ ده كان مقيم في القاهرة، بالقاهرة. في بيته. بدأ ينزل امتى شربين؟ منزلش شربين، هو منزلش شربين في فترة كل تواجده في القاهرة. في القاهرة والله كانت هي في أيام الكورونا، لما قالوا الحمد لله بتعافى وفترة النقاهة، فاتصلت عليه على الزور 12 بالتحديد، ما ردش عليا. فانا عرفت ان لسه برضه في فتره نقاهه، ممنوع كلام من ده، فكتبت له على الواتس. قال له ازاي الحال، عامل ايه الوقت، طمنا عليك. في اللحظات الاخيره كان تعبان جدا خالص. ما دي المفاجاه. ما هو حضرتك قبل منها مثلا ب 10 15 يوم ما فيش اتصالات ولا في واتس ولا في اي حاجه. فاحنا طبعا قلنا جايز هو فتره نقاهه بقى واستجم وكلام من ده، ما نعرفش. وبعدين زوجته قالت ده هي في تصريحها امبارح انا شفته، ان هي بتقول ده خطأ طبي. هي تسببت الاسباب والموت طبعاً واحد. لكن انت اللي عارفه ان هو كان في الوقت ده في القاهره مقيم في شقته. لكن ما دخلش مستشفى، كان قاعد في البيت. لا، في فجأه بقى لما تعب فجأه كده ودوه نقلوه على المستشفى. هو جاي من المستشفى امبارح، وجاي من المستشفى. عارف ايه حصل؟ ضرب. لكن ما عرفتش انت بقى الاسباب الاخيره اللي ادت لوفاته ايه؟ لا، زوجته امبارح بقى اللي كلمت ده في خطا طبي. لكن ايه اللي انما هو كان خف من الكورونا. رحمه كويس. الله كان كويس، وقال كم مره ان انا هظهر، هرجع الشاشه، هرجع الشاشه. طب ايه ونوهه على كده. الوقت ده كان حاسس بتعب برضه. اكيد. هو كان حمول جدا. ومن الصابرين. انت بس سيادتك، وتعذب في حياته عشان يوصل المكان اللي صراحه اتعذب، محدش واقف معاه الا ربنا سبحانه وتعالى. كان رايت كده ومحدش عارف حاجه، احنا بنبص من بره بس. لكن هو رحمه الله عليه كان راجل خير، وكان بقى يحب العزله، كان بيحب العزله، يحب التامل والتفكر كده. وكان قليل الكلام رحمة الله عليه. هو كان ظاهرة طبعا، مدفون بجواره والدته واخواته وش... ايمان متوفية قبل مع بعض هي واحمد في اثار حادث. يعني ايوه، كانوا في الوقت ده كانوا فين؟ والله كانوا في سفر، حادثة بعربية على ما اذكر يعني. وكان دايما خايف احسن يتوفى في السلم بتاع ما صرحش، ولكن ابن شقيقته تقريبا صرح في بعض ايوه، حسن يعني. حسن على اسم جده الاستاذ حسن. أيوة. كان هو بيقول احنا عمرنا قصير. كان دايما خايف بكده او كان حاسس بكده. بس هو لما ربنا كرمه وشفاه في الكورونا والحمد لله، ما نعرفش الضروب الجديد. ما تعرفش ايه المراحل دي، اللي مفاجأة اللي وصل ليها. مفاجأة. مفاجأة مفاجأة شديد. للكل.